الحضور الطويل ده واشكر طبعا اساتذتي وزملائي والكليات الزميله والشقيقه. الحقيقه الموضوع ده يعني الجروب بتاعنا لما حصلنا على شهاده الكليب من حوالي شهرين اللي صعد جدا بيه ونقلنا الموضوع ده داخل القسم، فالقسم طلب مننا ان احنا نعمل محاضره عامه داخل القسم عن شهاده ليد البروسس نفسها وايه ميزاتها وايه عيوبها وهل البيلدنجز دي فعلا جرين ولا لا وايه مفهوم جرين بيلدنجز والحاجات دي كلها. الحقيقه الموضوع ده واخد حيز كبير جدا من مجموعه كبيره من المعماريين في مصر اللي بيتكلموا على انفايرمنتال ديزاين بيتكلموا على العماره الخضراء والحاجات دي كلها، في اهتمام كبير جدا منه من شباب المعماريين والطلبه. ده طبعا ظاهر في الدراسات العليا وظاهر في الابحاث وظاهر في مشروعات الطلبه ابتدوا يهتموا بادخال عناصر النيوبلز والفكر بتاع الجرين اركتكشر في مشروعات. الحقيقه لما جينا نعمل المحاضره دي كان لازم ناخد موافقه من الجهه المالكه للمشروع لان في حاجات موجوده في المشروع ده فيري كونفدنشال، فكره المشروع اصلا كونفدنشال، البلان بتاعته كونفدنشال ومفيش اصلا تطوير للحاجات كلها، بس هم اعتبروها انها ماركتنج كويسه للشركه. هي شركه اسمها ارامكس المشرق، احنا نعرف عن شركه ارامكس في مصر انها شركه بتاع بريد سريع زي دي اتش ال وزي تي ان تي وزي شركات البريد السريع المصري، لكن في حقيقه الامر الشركات دي ليست فقط بريد سريع لكن بتتعامل في حاجات كتير جدا خاصه بنقل الشحنات وتوزيع الشحنات والحاجات كلها، وده اللي هنشوفه. عشان نفهم اصلا المشروع قبل ما نبتدي نخش موضوع الليد وهاو جرين از ذا اركتكشر بتاع الليد والحاجات دي كلها، في برزنتيشن شركه ارامكس بعتبرنا الحقيقه وطلبت مننا ان احنا نعمله برزنتيشن. البرزنتيشن ده او الشو ده بحوالي اربع دقائق بيتكلم عن اللوجيستكس سنترز. يعني ايه اللوجيستكس سنترز ده؟ يعني حتى في الاكاديميه العربيه دلوقتي بقى في كليه خاصه بالدراسات اللوجستيه اللي هي احنا كمفهومنا في مصر حتى الكلمه اللوجيستكس ما فيش لها ترجمه حرفيه بالعربي ان في حاجه مثلا نقل ضايع او نقل او توزيع وحاجات كده، فحتى اسمها الدراسات اللوجستيه. وفي الوطن العربي في ناس كتير جدا تخصصهم لوجيستكس، هو فكرته الاساسيه انه بيجيب بضاعه من منطقه محدده بيخزنها بيعيد توزيعها زي المفهوم بتاع تطوير محور قناه السويس دلوقتي اللي هو بيقول عليه ان هو تطوير محور يكون في قناه السويس ومحور لوجيستيك. كذلك المشروع ده عباره عن مشروع لوجيستي خاص بشركات جايت في مصر، شركات عملاقه كبيره جدا في مصر، وده اللي احنا هنشوفه في البرزنتيشن. فاول حاجه هبتدي الحقيقه بيها ان انا هناخد بس دقيقة واحدة أربع دقايق الحقيقة نشوف البرزنتيشن. Every day millions of goods travel across the globe from suppliers to distributors, from factories to retailers, from shops to consumers, from door to door. There is one company with a mission to make this travel faster, easier and better. Aramex. With more than 310 offices across the globe, over 9,000 employees from 82 nationalities, serving tens of thousands of companies. Worldwide coverage. Aramex delivers a truly global logistics service. We are offering a variety of products and services. International Express, Domestic Express, Freight Forwarding, Logistics and Supply Chain, Local Distribution Services, E-commerce Solutions. Our excellence has been rewarded with the continued trust and loyalty of our customers, as well as distinguished awards over the years. In addition to the strategically located local logistics centers and hubs, Aramex operates one of the largest logistics centers in Egypt.
The new center is built over space of more than 30,000 square meters. Equipped with advanced material handling equipment. Contains dedicated areas for temperature control storage. Separated storage for cross-contamination requirements. Dust-free and hygienic locations. Offering a variety of value-added services. Using advanced security systems. Following top safety requirements. Environment-friendly facility. The center is operated using the most advanced warehouse management system. Our management system allows online access for Aramex customers to view and manage their stock instantly. RF technologies are utilized across the whole center to allow live updates to the Aramex warehouse management system and therefore instant customer visibility on their stock. With such facilities and technologies, the new center is considered to be one of the most modern and best equipped logistics centers in Egypt. Over 30 years, Aramex has and continues to invest in its infrastructure and supply chain capability to meet the growing demand of its customers' complex supply chains. Aramex, delivery unlimited. الحقيقه الموضوع اللي هو الجرين اركتكتشر ده جزء مرتبط ما بين ان يبقى في انشيتيف جوه الشركه نفسها عشان نقدر نعمل جرين اركتكتشر. فعاده اللي بيحصل ان الكونسلتنت لو هو انترست في الجرين اركتكتشر بيعرض الموضوع ده على الكلاينت الاونر، والاونر اول حاجه هيسالها يقول له الكوست قد ايه هيزيد عشان اعمل حاجه زي كده. تقول له احنا عندنا ليفلز، الليفلز دي ممكن تزيد 5% 3% ممكن يصل ل 20% 25%، بس البي باك بيريد بتاعك ممكن تاخد 10 سنين 15 سنه في الكلام ده. العمليه بتبقى اسهل كتير جدا لو الكومباني نفسها عندها انشيتيف او عندها ال environmental awareness من البوليسيز والستراتيجي بتاعتها. شركه ارامكس احد الشركات اللي عندهم دلوقتي اخر 8 9 سنين انشيتيفز داخليه واستراتيجيز داخليه ان هو في برسنتج من البادجت بتاعتها لازم تخش فيها حاجات انفايرمنتال اويرنس. فالعمليه دي بتسهل كتير جدا ان انت تيجي تقترح على كلاينت تقول له انا عايز اعمل بروجكت يبقى ليد سيرتيفايد. مشروع ارامكس احنا ابتدينا فيه اعتقد حوالي 2008. البروسيس نفسها ما بتاخدش سنه او سنتين، بتاخد فتره طويله جدا. المشروع ده انتهى تنفيذه من حوالي سنه، وطول فتره السنه دي في عمليات كوميشننج، في عمليات استلامات، عمليات اوبريشن سيستمز، وبتتم العمليه دي طول الفتره دي عشان نقدر ناخد نحقق المتطلبات بتاعه الليد سيرتيفيكت وهنتكلم عليها ان ستيبس. اول حاجه عايزين نتكلم على ايه الليد سيرتيفيكت.
وازاي تمنح والستبس والحاجات دي كلها. الليد سيرتيفيكت دي طلعت تقريبا من حوالي 12 او 13 سنه في الولايات المتحده من خلال يونايتد ستيتس جرين بيلدينج كونسل. يونايتد ستيتس جرين بيلدينج كونسل دلوقتي بقت اكبر مجلس على مستوى العالم بيتعامل مع المشروعات المباني الخضراء. و احنا عندنا different types of rating systems، حاجات خاصه بالبروجكتس، حاجات خاصه بالcommercial، حاجات خاصه existing buildings existing schools. احنا البروجكت بتاعنا for lead for new constructions، في عندنا lead for core and shell، lead for schools، for healthcare، for retail. دي كلها الانواع بتاعت شهاده ليد اللي بتمنح، وانت على طول بتدرج تشوف البروجكت بتاعك يقع تحت اني كاتيجوري. بعض الحالات بتبقى كوميرشلز، كوميرشلز اند انتيريرز هنا، او الهيلث كير. مثلا عندنا بيلدينج اصلا كور اند شيل، وانا ما كنتش اشتغل فيه كوميرشال انتيريرز، او ما كنتش اشتغل محلات فقط، فما يخرجش تحت حته الكوميرشلز. اوقات بيبقى في بروجكت زي كور اند شيل، زي مثلا المشروعات اللي في القريه الذكيه، كتير منها بتبقى حاجات استثماريه، ان هو حد بيبني المبنى وعايز بس ياخد ليد سيرتيفيكت، ان هو عشان كل شيء يقدر بعد كده لو جات له مالتي ناشونال كومباني عايزه تفكر المبنى او عايزه تشتري المبنى، يبقى المبنى اصلا ليد سيرتيفايد، وبتفرق معاهم جامد جدا في عمليات الماركتنج للبروجكت. الريتنج سيستم بتاع الليد سيرتيفيكت عندنا اربع كاتيجوريز من الريتنج سيستم. البرايمري بوينتس اللي هي السكادول بتاعنا او البوينتس بتاعتنا، اعلى حاجه 110 بوينت، اقل حاجه للبيزك سيرتيفيكيشن دي بتبقى 40 بوينت من 110، بتاخد جاست سيرتيفايد او بيزك سيرتيفيكت من 40 ل 49، سيلفر من 50 ل 59، جولد من 60 ل 79، اعلى من 80 بتبقى بلاتين. البروجكت بتاع هرمكس خد سيلفر ليد سيرتيفايد، وده كان التارجت من الاول الخاص بشركه ارامكس انها تستنيد سيلفر ريتنج سيستم. بعض الشركات في مشروعات معانا برضو ان شاء الله اما قريبا هتبقى ليد سيرتيفايد، بتبص على جول، وهنتكلم على ازاي بتفرق وبتفرق بتفرق حاجات كتيره جدا، لكن السيلفر كان بالنسبه لها مور ذان افيشنت. الكوست بيزيد من تقريبا من 5 ل 10%، في حاجات الكوست بتزيد نتيجه تغير السيستم، وفي حاجات الكوست بتزيد انها بتبقى زي بري ريكوست، حاجات لازم تعملها في الموقع وملهاش باي باك بيريد، بس حاجات بتحافظ فيها على الانفايرمنت حواليك وحوالين المشروع والناس اللي بتشتغل في المشروع. الرقم المذهل جدا على مستوى العالم ان احنا عندنا 173,000 900 بروجكت، الكلام ده كان تقريبا من اسبوعين، ليد ريجستر او سيرتيفايد. يعني تقريبا رقم تقريبا نقول دلوقتي نقول مثلا 180 190,000 مشروع على مستوى العالم، سواء ريجستر يعني خلاص حد دخل على الجرين بيلد كونسل في الولايات المتحده وقال انا عايز اعمل ريجستريشن بروجكت ده، انا عايز اخش ان انا يبقى ليد سيرتيفايد في الاخر. في مصر عندنا كل اللي موجودين في مصر 17 مبنى ريجستر واثنين بس سيرتيفايد. الاثنين سيرتيفايد، اول واحد كان اتش اس بي سي بانك في القريه الذكيه، ده كان حوالي 3 أو 4 سنين، وده ثاني مشروع ان شاء الله اللي هو ارامكس اللي هو سنه 2012 اخر ديسمبر 2012، وبين 2013 في اربع خمس مشروعات ثانيه في مصر هتبقى ليد سيرتيفايد. دي السكرين اللي بتبين المشروعات اللي موجوده في مصر. فاللي موجود في مصر احنا معانا ارامكس، برج العرب برضه نفس الشركه بتعمل السيم بروجكت. في بعض المشروعات وقفت، ات واز ريجستر لسه على السيرتيفيكيشن على ريجستريشن شارت على الويب سايت بتاع جرين بيلدينج كونسل، بس لم يتم. بنعرفها من الفيرجن بتاعت ال مثلا دي اتس ان اولد فيرجن لليو كونسبت، اعتقد يعني مسؤول لسه سوا وان اوف ذا نقول عليهم ايه؟ الادمن بتاع بس لازم حضرتك بس عايزين نعمل ريليت ليها ان في حاجه خاصه بالاندستري ريليتد موضوع، بحيث ان دي الوسيله دلوقتي، انا حاطط الفيسبوك دي اسهل وسيله دلوقتي فور كوميونيكيشن،
انا لسه كنت بقول لها الدكتور احمد ان انا بطلت اقرا الجرايد الصبح وبقرا الفيسبوك الصبح، تمام؟ مع الشاي كده وبعد كده بقرا الفيسبوك بقرا كل اخبار مصر، تمام؟ حضرتك عشان تجمع حاجه في مصر بحاجه مش الكترونيك دلوقتي كانت صعبه جدا. فاعتقد دي احسن حاجه بتزرق على الشوتس. وانا شخصيا انا الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لي، ان انا بيرسونلي والتيم اللي بيشتغل في الحاجات دي دول بنعاني نجيب انفورميشن. يعني انا اعرف مثلا شركتين فقط بيشتغلوا في الخلايا الدوريه، تمام؟ لكن مثلا شركه الطاقه طبعا معروفه كويس جدا في حاجات السولر والبانلز والحاجات دي، بس مين بقى بيشتغل تاني في الويند؟ مين بيشتغل في ايه؟ بيشتغل الحاجات دي كلها، دي مهمه جدا يبقى في زي فورم كده مجمع. اشكركم جميعا وان شاء الله. ومهتمين ان شاء الله بحضر الدكتور عصام الدين كبير ممكن يرفع الجيش. بعد كده فيرجن 3، بعد كده في فيرجن 4 هتطلع قريب من الليك سيركت. في مشروعات وقفت تقريبا، مثلا ايجيبت نانو تكنولوجي سنتر ده تقريبا وقف. في مشروعات الديزاينرز ده تقريبا البروسيس نفسها وقفت انها تاخد الليك سيرتيفيكيشن. بس بيعمل ان هو انا ريجستر، بعدين بيقعد بيكتشف مثلا في معوقات كتير جدا كوست او ابليكابيلتي على السوق المصري والحاجات دي كلها. البروجكت زي ما كان واضح في البرزنتيشن قبل كده في عرامكس، اتس ا فيري لارج لوجيستيك سنتر او وير هاوس، مخازن مسطحه حوالي 30,000 متر مسطح. ده فيز 1 من البروجكت، وبينهم فاير زونز، في تانلز ما بينهم هنا تفصل كل زون على بعضه. كل دي عباره عن منطقة بتاعة الدوكينج ستيشنز أو اللي هي أرصفة الشحن الخاصة بالتراكس أو مبنى إدارة صغير جدا هنا، مبنى خدمات عمليين والتمبرشر كنترول زون. لما بتشوف حجم 30,000 متر وارتفاع تقريبا 12 ل 15 متر مسطح، حجم بضاعة رهيبة دي بتتوزع من حتة بتروح من حتة، بتجيلك مصانع بتروح حتة تانية، حاجات زي كده كلها لوجيستكس. ولازم تبقى عارف كل كرتونة كل حاجة جوه اللوجيستيك سنتر ده بتشتغل ازاي وراحه ازاي والحاجات دي كلها. عندنا مين ادمن بيلدينج وعندنا السيرفيسز بيلدينج بتاعه العاملين. ده السايت از هول، السايت تقريبا حوالي 95 او 93,000 متر مربع، ودول الفيزز. احنا شغالين دلوقتي في السكند فيز هنا من الثري بارتس اوف ذا سكند فيز، وفيز 1 ده اللي هو كان خلص اصلا من المشروع. المشروع ده موجود في المنطقه الاستثماريه اللي هي بيقول عليها منطقه المطورين، اللي هي منطقه اللي هي فيها ثلاث مناطق صناعيه في مدينه 6 اكتوبر، واحده لبن لادن وواحده لسامي سعد، احنا في سامي سعد اسمها انجينيرنج سكوير، والثالثه اللي هي التركية. ده الاسامي الدارجه على المناطق دي كلها، واحده اسمها سي بي سي، واحده اسمها انجينيرنج سكوير، واحده مش فاكر اسمها ايه الثالثه، تمام؟ فدي موجوده في احد المناطق الاستثماريه للمصنعين المطورين. ميزه المناطق دي انها بتدي لك فاسيلتيز وبتدي لك سيرفيسز عاليه جدا عن المناطق الصناعيه الاخرى. مثلا بيشترك مناطق خضراء مفتوحه في المشروع، تفاجئ بعد كده ان الليد ريكوايرد منك انك تبقى داعم الريكوايرمنتس بتاع المناطق الصناعيه. البروسيس بتتم ازاي؟ هل انا ككونسلتر هتعامل مع على طول مع جرين بيلدينج كونسل، ولا بتعامل ازاي؟ ازاي امشي بالسيرتيفيكيشن دي؟ مين اللي هم البيسك شير هولدرز في البروجكت ده؟ اول حاجه احنا عندنا الجرين بيلدينج كونسل. كل الكونكشن بينك وبين الجرين بيلدينج كونسل انت ما بتشوفش ناس، حاجه كلها اونلاين، كل الدوكيومنتيشن بتتم اونلاين. في الجرين بيلدينج كونسل عندك حاجه اسمها ليد كوردينيتور، ده موجود في الولايات المتحده. الثري بارتيز المهمين اللي عندنا هنا في البروجكت في مصر اللي هم الكونسلتنت الاونر الكونسلتنت والاونر اللي هو الكيس بتاعتنا ارامكس، والكونتراكتور اللي هو كانت شركه جاما في البروجكت بتاعنا هنا. ان بتوين الجرين بيلدينج كونسل وما بين الثري بارتيز دورة كان معانا وات از كولد ذا ليد كوردينيتور.
اللي هو شركة EMS. الشركة دي موجودة في دبي، موجودة فاتحة في الأردن في عمان، ودي تعتبر الشركة اللي هي third party commission. يعني أنا ما ينفعش أقول أنا استلمت المشروع ده مثلا أعمال ميكانيكية، عملت حاجة اسمها flush out التكييف، يعني غسلت كل دكتات التكييف من جوه قبل ما ابدا يشتغل لمده اسبوع وابتدي فيها فريش اوت، واقول انا عملت كده وبعتهم جواب وخلاص. لا، ده لازم الاي ار اس دول بييجوا يختاروا كل حاجه معاك، بيمشوا معاك ستيب باي ستيب من وقت الديزاين، من وقت الفريم الديزاين والحاجات كلها، بيمشوا ستيب باي ستيب وبيكمل معاك لغايه الكوميشننج والاوبريشن بتاع البروجكت بتاعك. الحقيقه شركه الاي ار اس دي كانت شركه قويه جدا، يعني ما كناش احنا عارفينها قبل كده، قوية بسبب ان هم متعاونين جدا، وشركة عندها اكسبيرينس دي عندها بس حوالي 60 او 70 بروجكت في منطقة في دبي والحاجات كلها، تاورز هاي رايز تاورز، وده يمكن المكتب الوحيد اللي سبيشاليز في الحاجات دي كلها في منطقة شرق الاوسط، باستثناء طبعا حاجات مكاتب هندسية زي الدولة الهندسة عندهم فيه دلوقتي، المكاتب الهندسية بقى عندهم بيعملوا حاجات زي كده ان هاوس. لما تشوف الجريدنج سيستم بتاعه الليد، احنا الاوردد بوينتس عشان ناخد السيلفر سيرتيفيكت احنا خدنا 51 بوينت. عاده انت ما بتقدمش على 110 بوينت اللي موجودين. انت اول حاجه بتعمل حاجه في الاول حاجه اسمها شارت ستيج. ايه الشارت ستيج؟ بتبتدي تمسك البوينتس كلها في الليد اللي هي في الليد سكور كارد اللي هي ده، ايه بتبتدي تشوف ايه اللي ممكن ابليكابل عندك انك تعمله. البروجكت سكور جارد ده زي ما هو متقسم من الليد جرين بيلدينج كونسل، مكون من 7 اجزاء. اول حاجه سستينبل سايتس، وده البوسيبل بوينتس فيه 26 بوينت. ثاني واحد ووتر افشنسي بوسيبل بوينتس، ثاني بوينت انرجي اتموسفير 35 بوينت، ماتيريالز اند ريسورسز 14، الدور environmental quality 15، innovation design process 6، regional priority credits 4. دول استجدد في الليد سيرتيفيكت في السكور جارد من 2009، ما كانش في حاجه اسمها regional priority credits. انت اول حاجه بتعملها بتمسك point by point، بتشوف دي اقدر اعملها ولا لا، لو هقدر اعملها تكلفتها قد ايه، وارجع للمالك مثلا طالب رينيوبل انرجي احط خلايا ضوئيه، فرجع مثلا رينيوبل انرجي عشان احط مثلا خلايا ضوئيه دي كام بالكم من الكهرباء من الخلايا الضوئيه او من الطاقه المتجدده، هدفع تقريبا نص ثمن مشروع في مصر، فطبعا مش فيزبل. فانت البوينت مثلا بتاعت رينيوبل انرجي اروح شايلها على طول. في بوينت سهله جدا بيقول لك اعمل بايسكل راك، اعمل حته تحط فيها العجل، معتمد ان الناس هتروح وترجع من شغلها بالعجل. طبعا ده ما بيتمش عندنا هنا في مصر خالص، لكن على الاقل في البروجكتس في حتت موجوده في مناطق اربن ممكن تبتدي الانشيتيف دي تبقى موجوده. مثلا بيقول لك لو انت عندك كار بول، يعني عربيه بتاخد اربعه خمسه مع بعض، اعمل لهم الوكيتد باركنج تاخد عليها بوينت على طول. فدي بوينت سهله انك تاخد. احنا لما اشتغلنا في البروجكت ده في بوينتس بنقدمها نقدم عليها، وفي بوينتس وير دينايد، في بوينتس انت مقدم عليها بس انت ما خدتش عليها البوينتس. لما تشوف البوينتس مثلا احنا كنا مقدمين على 67 بوينت، خدنا 51 بوينت منهم بس. وهنشوف بعد شويه ليه they were denied، اسباب ماديه او اسباب انك مش قادر تحقق المطالبات بتاعت المطالبات بتاعتهم التكنيكال، في حاجات منها طلبات التكنيكالتيز بتاعتها عاليه. اهم حاجه في الموضوع ده في الليد سيرتيفيكت ان انت في بوينتس عندك فري ريكويزيتس، اللي هو بيجي هنا في السكور جارد ده بيقول لك يس او ممكن بوسيبل او نو، مش ممكن تم، لكن في بوينتس هنا لازم تعملها اللي هي يس دي فري ريكويزيت. يعني يجي يقول لك مثلا انت لازم تحافظ على الداست كنترول اثناء عمليات الحفر في الموقع، فانت لازم ترش السايت بالميه عشان تقربها ما تطلعش، لازم التراكس وهي داخله وخارجه من الموقع لازم تتغطى كويس، تتصور تعملها دوكيومنتيشن، حاجات كتيره جدا لما تبقى في اتربه موجوده في الموقع لازم تغطيها ونشوف الحاجات دي كلها موجوده ازاي. في الشارت ستيج اوت ستيج انت عاده بتعمل ايه؟ بتقول يس انا عايز اخد البوينت دي، او بعضهم بتقول انا ممكن تحطها تحت الخانه بتاعت كويشن مارك، او تقول نو خلاص انا مش هخش في الموضوع ده
مش هشتغل عليه في الديزاين ستيج ولا في ال construction stage. البروسيس بتاع ال registration دي اول حاجه, اول ما تفكر البروجكت ده تعمله ليد ما تخش, اول حاجه بتعمله اونلاين registration, بتدفع تكلفه الريجستريشن دي ريليتد لمسطح المبنى وريليتد بالفيز بتاعه الجرين بيلدينج كونسل وحاجات دي. لما بتخلص الديزاين فيس بتقدم اونلاين دوكيومنتيشن لكل البوينتس الريليتد للديزاين فيس وبيجي لك فيدباك عليها, لكن ما بيجيلكش اي حاجه ريليتد ل انت هتاخد السيرتيفيكت ولا انت ما تعرفش السيرتيفيكت دي غير لما تخلص خالص وكل البوينتس بتتراجع وتعرف بعد كده ايه اللي تم في المشروع. هنمشي ستيب باي ستيب في البوينتس بتاعتنا. مثلا سستينبل ديزاين دي ابري ريكويزيت, تمام, دي لازم تتعمل. مثلا الطرق داخل الموقع دي لازم تحط عليها زي سن او حاجه زي كده عشان تمنع التقربه والتراكس ماشي. لازم تغطي كراكس لو في اي اتربه لازم تضغط. طبعا مشكله اساسيه هنا في مصر انك تلاقي مقاول وعماله بتاعت مقاول تلتزم بالحاجات دي. كانت مشكله اساسيه انك تجيب مقاول في مصر يعرف حاجه اسمها الليد سيركت. المشروع ده ابتدى من سنه 2009 و2010 كتنفيذ. كانت مشكله جدا انك تروح تقول للمقاول تحطها في السبيسيفيكيشنز This project is going to be a LEED certified, فانت لازم تلتزم بكل متطلبات الليد. This is the division 1 specifications, لازم تتحط ك general conditions. فالراجل يجي يقول لك يعني ايه ليد. فبنضطر الجماعه بتوع ايمن الناس بييجوا يعملوا ورك شوب يعلموا المقاول ازاي ان البروجكت ده ليد وهيعمل ايه ستيب باي ستيب. حتى في اجهزه التكييف وهي بتتركب هيعمل ايه؟ الدكتنج وهو بيركبها هيعمل ايه؟ الحاجات دي كلها. فلما بيجي مقاول بعد كده لما بيبقى يعني سعيد جدا انه خد ليد سيرتيفايد بروجكت بتبقى بالنسبه له شهاده قويه جدا ان هو It's open بالنسبة له إنه بياخد شغل مع تنامي عدد الشركات اللي عايزة تعمل lead projects بتبقى مهمة جدا بالنسبة له في الـ history بتاعته أو الـ CV بتاعته. Sustainable sites من ضمن الحاجات المطلوبة الناس اللي موجودين في الـ project إيه الـ nearest transportation public transportation nodes اللي موجودة وصلها إزاي والحاجات دي. طب مثلا Aramex من الانجينيرنج لو اي حد راح المنطقه هناك بص لاقي دي منطقه صحراء مفيش اي بابليك ترانسبورتيشن, فهم عاملين الترانسبورتيشن الخاصه بتاعتهم بتنقل الناس مثلا ميدان الجيزه شارع الهرم ميدان رمسيس ميدان التحرير توصل لهم لنودز مثلا فيها اللي هو محطات المترو اللي هي المين بابليك نود او مين بابليك ترانسبورتيشن الخاصه. حاجات زي البايسكل راكس مثلا دي من ضمن الحاجات اللي انت بتاخد عليها بوينتس. لازم يبقى في شاور فاسيلتيز من ال من العدد الفول تايم كوبل اوكيبنتس عدد العمال العاملين الفول تايم. طبعا كان في بعض الناكد بوينتس, احنا ما عندناش حاجه اسمها لو ايميتنج اند فيول افيشنت كارت في مصر, بس انت بتحط ال بتحط ال الشراب دي بتحطها هنا او بتحط السايد دي بتحطها على المكان. واحنا اوقات بنعتبر ان العربيات اللي هي بتشتغل بالغاز الطبيعي بتعتبر انها من ضمن الحاجات اللو ايميتنج. استاذنكم معلش لو ميتنج فول افيشنت دي الكار بولز. طبعا المفهوم ده مش موجود عندنا هنا في مصر ان مجموعه مع بعض ساكنه جنب بعض, مجموعه طلبه هنا مثلا في الكليه وحاجه تيجي مع بعض بنفس العربيه وكل واحد هنا بيجي بالعربيه بتاعته. دلوقتي ده الموقع العام بتاع البروجكت. البروجكت بتاعنا كان السايت هنا كل ده اللي هو حوالي 95,000 متر مسطح وده الوير هاوس. من ضمن الدوكيومنتس اللي بتتقدم للجرين بيلدينج كونسل اللي هو السايت فين, الحاجات الريسايكل كونتنت فين. الحقيقه الصوره مش واضحه, الكونتراست بتاع الباوربوينت مش واضح, في مسار هنا محدد بخش واطلع من السايت ازاي. الجرينري اريا احنا عندنا هنا 27% open space was provided using white gravel and light gray interlock.
دي بتفرق معاهم جدا اللي هو الريفلكتيفيتي السولار ريفلكتيف اندكس بتاع اسمها سولار ريفلكتيف اندكس مهمه جدا ولازم تجيب شهاده خاصه بالسولار ريفلكتيف اندكس الماتيريال بتاعك. اهم معوق كان عندنا خاص في المشروع ده ان احنا نجيب شهادات. ليه؟ مفيش اي ماتيريال في مصر بتصنع ده للتيم زمايلنا الموجودين في مركز ابحاث البنى بتصنع عندها سبيكس واضحه تتماشى مع متطلبات جرين بيلدينج كونسل. فكنا بنضطر ان كل حاجه بتتم عندنا عشان اطلع الشهاده دي بضطر اعمل لها اختبارات من اول جديد. مثال بسيط جدا المشروع ده شركه الزامل هي عامله جمالون الحديد بتاعه والصاج بتاعه كان تقريبا اوف وايت. عشان اخد بوينت لازم بجيب شهاده من المصنع ان السولار ريفلكتيف اندكس بتاع السقف ده بالرقم محدد محدد في السبيكس بتاعت جرين بيلدينج كونسل او بروح وادي عيد الصرف دي لمركز ابحاث البنى بعمل اختبارات عليها وبطلع بيها شهاده. الحقيقه احنا عملنا العمليه دي اسهل لان احنا كل الشركات اللي عملنا معاهم في مصر لا يوجد عندها اي حاجه خاصه بالسبيسيفيكيشنز بتقول الارقام دي اصلا عملتها قبل كده عارفاها او عندها داخلها مواصفات بكل حاجه زي كده. ودي اكبر حاجه تعوق تطبيق سواء الليد سيرتيفيكت في مصر او حتى الجرين بيراميدز ريتنج سيستم الجديد اللي هو الهرم الاخضر اللي عملاه اللي هو الشبيه اللي عملاه مركز ابحاث البنى دلوقتي في مصر ان انت هتعمل ريتنج سيستم جرين بيلدنج ريتنج سيستم مش هتعرف تطبقه لان انت ما عندكش مواصفات اصلا للماتيريالز. فاللي حصل ان احنا بقينا ناخد ثلاث عينات من كل ماتيريال عندنا لمركز ابحاث البنى. فاول حاجه بنفاجئ ان في حاجات من الحاجات دي مش موجود لها اختبارات فبنبتدي ندور. يعني مثلا عندنا التنس اللي بتغطي العربيات السولار ريفلكتيف اندكس بتاعتها اللي موجوده في مصر هنا بتقاس من مواد مصمطه. طب انا عندي سيمي ترانسبيرنت هعمل ايه؟ فقعدنا مع الاساتذه في مركز ابحاث البنى نشوف ازاي العمليه دي نقدر نغلب عليها ونطلع شهاده بهذه العمليه. فبالتالي تطبيق الليد او الجرين بيلدنج ريتنج سيستم ده عمليه تتطلب ان الناس هنا بالذات الناس المسؤولين عن التصنيع والناس المسؤولين عن المراكز الابحاث ان هو يبتدي يتحضروا من بدري انه يبقى عندهم الدوكيومنتيشن دي والسيستم بتاع التستنج والحاجات دي كلها يبقى افيلبل لان الدوكيومنتس دي موجوده من فتره وصعب جدا. احنا معانا بروجكت تاني بيشتغل ليد كوميرشالز اند انتيريورز يعني بيشتغل انتيريور ديزاين. الحقيقه مشكله الانتيريور ديزاين كانت اكبر كتير جدا من مشكله النيو كونستراكشنز. الانتيريورز لما تيجي المشروع مثلا الاونر عايز يعمله ليد وتيجي تشوف اي ماتيريال مصنعه في مصر هتتفاجئ ان انت ما فيش اي حاجه. ابسط مثال كده ان اوفيس فرنتشر شركه موبيكا عشان انا اخد منها سيرتيفيكت بحاجه زي كده يعني دخلت تندر مثلا فرنتشر والحاجات دي كلها وهم عايزين يرجعوا الصناعه المصريه وحاجات زي كده فانت ولا الاكشاب سيرتيفايد ولا الفابريكس اللي هي مصنوعه من شركه مثلا شاتكس او شركه تكسمار او حاجه زي كده عندهم اي انفورميشن عن الفابريكس والحاجات دي كلها. هم سمعوا عن حاجه اسمها شهاده ليد سمعوا عن السيرتيفيكيت والحاجات دي كلها لكن ويفار بيوند القصه دي. اللي حصل اخيرا اللي انا عرفته من حوالي اربع خمس اشهر ان مصدرين الاساس في مصر يجدوا صعوبه جدا دلوقتي في التصدير. لان السبيسيفيكيشنز على مستوى اوروبا وعلى مستوى الولايات المتحده كلها تغيرت بطريقه جدا للمحافظه على الاندور اير كواليتي بتاعه مستخدمي المباني. فاحنا عندنا سواء في عمليات تصنيع الاساس او في عمليات الماتيريالز اللي بتستخدم فيها وان ازاي الشخص عندنا لسه بيرش الاساس بالبولي ريثين ولا حاجه زي كده بيرش وهو مش لابس كمامه او حتى بيستخدم مواد اتمنعت دوليا انت مش عارف تتخطى الموضوع ده فابتدوا يشتكوا وابتدوا يشوفوا ان هم لازم بنفسهم يطوروا الصناعات. الحاجه الوحيده اللي لقيناها في مصر الماتشي اللي هي حاجات مصنعه الماتشي الليد سيرتيفيكت ريكوايرمنتس بيانات اليوتن يعني ولا سكيب ولا سايتس ولا حاجه بيانات اليوتن هي الماده الوحيده. اجهزه التكييف كلها اللي في مصر لا تتماشى مع سبليترز كلها لا تتماشى مع
ليد ريكوايرد. دي مشكله كبيره جدا. تتفاجئ ان انت اتست كيف السبليتس بتاعتك محتاجه اللي هو النون فلورو كلورو كاربونز حاجه اسمها ار 407. انت لو في مصر ما بتشتغلش ار 407 فبتضطر تروح تجيب من الاردن من شركه بيترا او تروح للعقارين تجيب سبليت يونتس عشان تركب اجهزه سبليت يونتس في اوفيس سبيس مسطحه 70 متر وانت مش قادر تستخدم اي اجهزه من الاجهزه اللي موجوده في مصر. من ضمن الحاجات الهيت ايلاند افكت اللي هي الشيدنج بتاع الباركينج ده اللي كنا بنتكلم عليه الاس ار اي اللي هو السولار ريفلكتيف اندكس بتاع الصاج بتاع شركه الزامت وازاي عملنا عليه الاختبارات. كل الووتر فيتشرز كانت according to the lead requirements. الووتر فيكتشرز انت ما بتحتاجش تغير الووتر فيكتشر نفسها، انت جاست بتحتاج تغير الايريتر اللي هي احنا بنسميه الفلتر اللي هو في طرف الحلبه، ان هو بيزود كميه الهواء اللي في الفلتر نفسه فبيدي لك احساس ان كميه الميه نازله كبيره، لكن هو في حقيقه الميه كميه الميه بتقل في النص. طبعا الفلاش تانكس اللي هو 0.8 و 1.6 اللي هو في فلاش تانكس على المرحلتين كل ده لازم يتطبق عندك في البرودكت. احنا وصلنا هنا 26% ريدكشن في الووتر كونسبشن. اللاندسكيب كان كله حاجات اللي هي بعد سنه سنتين مش هتحتاج ري ميه بكثره. عندنا فاندمنتال كوميشن الاستلامات الخاصه بتجهيز التكييف والحاجات دي كلها، وتمت بعد كده الثيرد بارتي اللي هو اي اف اس بيختبر الاجهزه دي الحاجات كلها للبرودكت. عندنا برضه بالاجهزه المينيمم انرجي بيرفورمانس عندنا انرجي كوست سيفنجز باي 28.2% سيفنجز. عندنا مثلا ناتشورال لايتنج الوير هاوس ده كله بيشتغل صباحا بدون اي اناره، وكان توزيع السكاي لايتس دي ماشي مع الراكنج سيستم. حتى حصل عندنا ان الراكنج سيستم ديزاين اللي هي الراكس اللي هي بتاع التخزين كان كل يوم الديزاين بتاعها بيتغير على حسب الكاسب والراك عشان انت بتطور بس الحته ما بين الراكنج سيستم وبعضها. طبعا كان في البيلدنج مانجمنت سيستم البي ام اس سيستم مرتبط بكل المشروع. ده الموضوع التكييف الـ R407 والـ FM200 مخصص للـ فاير فايتنج في الأماكن اللي هي مهمة في المشروع. الريسايكلز كانت موجودة اللي هي الثراش بنز بتاعت الريسايكلز موجودة في كل حتة. حاجات بسيطة لكنها بتجمع مع بعض، هي المشكلة كلها في البروسيس والدوكيومنتيشن، واحنا طبعا في مصر يعني مش متعودين على البروسيس اوف دوكيومنتيشن ان كل حاجه بتتم ولازم تمشي وتمشي ورا الماوند. انت صورت الاسبوع ده فين الدوكيومنتس بتاعك؟ يعني الماوند بيركز ان هو يخلص شغل في السكادول ويضبط الانفويس بتاعته اللي في حته كده ناقصه تقول له لا جيب. طبعا المنظر هنا لا يسوق، الاصول دي الحته بتاعت الريسايكلز، الحته اللي هو الصاج في حته، الاخشاب في حته، الطوب في حته، الصفيحه البلاستيك في حته. في مثلا في ورقه او علامه محطوطه في بعض المشروعات الثانيه كانت معموله بصوره احسن من الموجوده هنا. في بعض الحاجات الخاصه بالليد ان انت بتجيب اللي هو الريجنال ماتيريالز، ان انت بتثبت ان نسبه محدده من البروجكت بتاعك باي كوست او باي فوليوم از ريجنال وذن اعتقد في حدود 800 كيلومتر او حاجه مش فاكر لسه الصور كام. 800 كيلو تمام؟ في حدود 800 كيلو فاحنا مثلا بنجيب شهاده من هنا ان من شركه مثلا بتاعت الخرسانه ان محطه الخرسانه اللي احنا جبنا منها الخرسانه تقريبا كلها على بعد 2 كيلو. فدي بتخش معايا على طول دايركتلي انها بتخش معايا من البوينت بتاعت الريجنال. كل البروجكت ده كان فنتليتد ناشونال فنتليتد، مفيش طبعا تكييف. واستخدمنا لوفرز في دايره المشروع، وكان عندنا قصه غريبه قوي هنا ان انت لما بتقدم جرين بيلدنج كونسل انت عندك معضله. الكود بتاع مصر بتاع الفنتليشن اشد من الكود الاشري الامريكي،
فمشكلة الموضوع ده هو أشد بإيه؟ يعني مثلا هو الأشر بيطلب منك فور اير تشينجز، يعني بيغير الهواء أربع مرات بير أور. الكود المصري بيطلب منك ستة اير تشينجز بير أور. فأنت لازم تشتغل بالكود المصري، بس مشكلة ده إيه؟ إنك بتزود استهلاك كهرباء. يعني عندي فانز بتتم بتشتغل أكتر، فأنت لازم تبعتهم تقول لهم يا جماعة أنا مش هقدر أشتغل بالفور اير تشينجز بير أور، لازم أشتغل بالست اير تشينجز بير أور، بس ده بيزود كهرباء. وطبعا كل حاجه من دي تروح تبعت لهم مينز ماني. في عندهم حاجه في جرين بيلد كونسل اسمها ابيل، ان انا بدفع على كل ابيل اعتراض او اي حاجه للجرين بيلد كونسل بدفع $500. فبالتالي فانا حاجات زي كده لما بتيجي تطبق في مصر انت لسه الحاجات دي مش ثابت. هم طبعا بالنسبه لهم ما عندهمش 2 or 3 بروجكت في الفاينل ستيجز دلوقتي، و HSBC building ده كان كله air condition، ما كانش حاجة بالتليبل. فتبص لقى انت بتشرح له حاجة موجودة في كود عنه هو بالنسبة له، هو بيعتمد كله على الانشرين بالنسبة له. طبعا البروجكت كان smoking free، ممنوع على بعد المسافة 8 متر من اي مدخل او اي air intake او اي حاجة ممنوع. يعني لازم تقف في حته كده بعيده بحيث ان انت تشرب فيها. البروسيس وقت التنفيذ ان كل الحاجات دي كان لازم تبقى كفر، لان هو البروجكت اللي معانا دلوقتي في الكوميشننج باشمهندس صالح، تحكيم باشمهندس صالح وان اوف ذا مين، يعني زي ما بقول مش عايز اقول رجال المشروع، لكن اللي هي العقل والشغل الفعلي اللي ورا مشروع الباشمهندس طارق، باشمهندس طارق هم الناس الاساسيين اللي في المشروع اللي دخلوا الدف في الحاجات دي كلها. و لما يجوا الناس بتوع اي ام اس بيعملوا كوميشننج بيخشوا يعملوا ايه؟ ممكن يخش فيها ويطلع بيشم ريحه الفراغ، بس في ريحه بويات ولا لا؟ انت طبعا لما بتخلص بيت ولا حاجه اول حاجه بالبيت بقى خلصان جاز ريحه البويه موجوده عنده. عمليه الفلاش اوت بتاعت الانفليشن اللي بتتم لازم تتم لمده اسبوع، بيقعد يعمل تشغيل الانفليشن بروجكت كله عشان يشيل كل الاودرز والحاجات دي كلها. فكل حاجه لازم تبقى داست بروف، كل حاجه لازم. احنا طبعا مصر هنا مشهوره جدا بكميه الداست اللي موجوده. ده الـ VOCs اللي هي Volatile Organic Components، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه على شركة يوتن. هي سامور هنا شركة يوتن البويات هي الشركة الوحيدة اللي هي الـ Specs بتاعتها متوافقة مع الـ Requirements بتاعة الـ Pre-Building Council. طبعا دي Post Occupancy evaluation بتبتدي تشوف كل سبيس والناس شغاله فيه والحاجات دي كلها. How do you feel comfort or too cold too hot؟ من ضمن الحاجات اللي بتاخد عليها بوينتس، ودي كانت ميزه ان في شركه ارمكس عندهم حاجه اسمها جرين كليننج بوليسي، ازاي بيحافظوا على البيلدنج تبقى جرين. والبوليسي موجوده عندهم على مستوى الوطن العربي كله في المباني بتاعتهم. عندنا مثلا الهيت ايلاند افكت، احنا خدنا بوينتس اللي هو النون روفز دي، خدنا بوينتس زياده نتيجه ان احنا كان الريكوير بتاعهم كان 50% ان هو يبقى نون روف. احنا عندنا المبنى كله جمالون حديد الابيض ده، فخدنا 100% فبنقل 1 بوينت زياده. عندنا 41.6% من ريجنال ماتيريالز جمالون حديد معمول في مصر، خرسانه معموله في مصر. الصاج هو فقط الحاجه المستورده، الصاج ده اصلا من استراليا، يعني حاجه غريبه جدا تلاقي الصاج من استراليا اتعرض وبتاع واتدهن في السعوديه وجالك ركب في مصر، تمام؟ لكن كل الشغل الاساسات والخرسانات والحاجات كلها والاعمده الحديد والحاجات كلها موجود في مصر. احنا عندنا 41.6%. ليد اكريديت بروفيشنال، عشان كان في معانا ليد اكريديت بروفيشنال واحد واخد شهاده الاي بي من ليد، فبناخد بوينت عليه. ريجنال برايورتي، خدنا بوينت على الووتر افشنسي
الانرجي اوبتمايزيشن بعد نخش على كده بعد كده الدينايل. بعض البوينتس were denied بسبب احتياجات البروجكت كاوبريشن وحاجه زي كده. من ضمن الحاجات مثلا ان هو اي لايتنج فيكتشرز بره حدود المشروع لا ستيبس محدده انها ما تاثرش على الجار. يعني ما ينفعش انا ابقى قاعد في مشروع كده. احنا طبعا ما عندناش المنتاليتي او الايديوكيشن ده ان انا ما يبقاش عندي لمبه في البيت منوره في البلكونه تضايق الجار بتاعي هو نايم بالليل. فهو عندهم من ضمن الحاجات احنا ما عندناش الحاجات دي في مصر لان انا الناس هتشتغل اصلا بالليل في الوير هاوس فما اقدرش امنع النار انها تطلع بره حدود المبنى. الووتر يوسج ريدكشن احنا وي اونلي ريتش 26% لو كنا وصلنا 30% كنا هناخد انذر بوينت. اوت دور اير ديليفري دي كانت سي او 2 سيستم سنسرز ودي عمليه مكلفه جدا. انت عايز في 30,000 متر تحط سي او 2 سنسرز مكلفه جدا. كنترولابيلتي كنترولابيلتي اوف سيستم لايتنج كنترول ثيرموستات في كل ستيت في الاريا يشتغل بالسنسرز على حسب اللكس الموجود والحاجات دي كلها دي عمليه صعبه. خلاصه الموضوع اتس ا بروسيس انت بتمر بيها ستيب باي ستيب وبتشوفها وتجدها بعد كده تبقى سعيد جدا بتاخد الشهاده بس هي عمليه مرهقه جدا وتجربه جديده لناس كتير جدا بحيث ان انت كل حاجه بتقف فيها وتسال وتراجع فيها واعمل ايه والحاجات دي كلها. و اللي انا كنت عايز اقوله ان احنا عشان نطبق جرين بيرمز ريتنج سيستم قدامنا كتير. الحقيقه دي الحكايه دي اللي كنت اخر مره في المركز او حاسب مره قلت لهم يا جماعه هتطبقوه ازاي؟ انت ولا عندك اونلاين ولا عندك تيم زي التيم اللي هو بتاع الـ يعني ما عندكش بروسيس ما عندكش سيستم انت عملت الدوكيومنتيشن بس ما عندكش صناعه ما عندكش سبيسيفيكيشنز ما عندكش الناس اللي هي المصنعين اللي هو هيبتدي يقول لك انا هطلع الماتيريال دي بالمواصفات دي اللي هي بتاع سوتبل للريتنج سيستم بتاعك حتى جرين بيلدنج ريتنج سيستم. بشكركم جميعا على الحضور وشكرا. دكتور جميل اول حاجه شكرا لدكتور مؤمن على المحاضره اعتقد انها يعني ان شاء الله تبقى سنه كويسه خالص ان زمايلنا الاعزاء اللي بيعملوا اتشيفمنتس كمان يشاركونا بان احنا نشاركوا زمايلنا طلبه المعارضه متشكرين جدا اولا. بيتهيألي شغلانه الليد شغلانه مهمه خالص جوه مصر بالذات مع فكره النهار الاخضر. بس السؤال هل احنا مش بس هل احنا نقدر نعملها السؤال هل هي مهمه قوي لينا ولا لا؟ يعني مثلا هفترض ان لو حسن فكري لسه عايش دلوقتي وراح يتقدم بمبنى وعامله جنبنا للجرين بيلدنجز مفيش اي من اللوكال كونتراكتورز معاهم اي دوكيومنتيشن مش هيعرف يقدر فيه مع ان هو المفروض يعني قصدي هو دي في نقطة الحقيقة دكتور نبيل كويسة إنك سألت السؤال ده في نقطة أنا مرت عليا ونسيت أقولها. الليد بروسيس دي في الولايات المتحدة هما بيكسبوا منها. It's a marketing process. It's not a green, a real green process زي ما إحنا شايفين. الأوتبوت بتاعها جرين لكن هي بس الماركتنج والسوق كله اشتغل عليها. بمعنى البروسيس دي نفسها تخيل إنت عندك 173,000 مشروع كل واحد دفع له مثلا 4000 5000 دولار عشان جاست ريجستريشن دي اول حاجه. وبعدين طوروا سبيكس كل شويه بيطوروا سبيكس فالمصنعين بقوا يجروا وراهم ويطوروا سبيكس. بقى دلوقتي المصنعين كاربت تايلز اتش دي اف ادهيزبس بينز كل حاجه الاجهزه التكييف والحاجات دي كلها بيقول لك جرين ليف تمام؟ دلوقتي احنا في مصر وضعنا ايه؟ احنا عندنا جرين بيلدنجز وعندنا green rated buildings. Do I need green buildings ولا do I need green rated buildings؟ ماشي؟ في بعض الكلاينتس عندنا لما عشان احنا بنشتغل مثلا موضوع الانفيرمنتال ديزاين ده من فتره فبروح اقول له ايه رايك نعمل كذا؟ فيقول لي بص انا عايز بس يبقى المبنى جرين انا مش فارق معايا الريتنج سيستم والحاجات دي كلها. ماشي؟
فبالتالي انت عندك في جرين بيلدينجز فعلا او جرين اركتكتشر قويه جدا، مش لازم هي تاخد بيها على السيرتيفيكت. احد الامثله الجميله جدا هي انا ذكرتها لكده، وحتى في المجلس المصري لاحوال الخضراء في ليا زميل ايام كنت في الولايات المتحده اسمه الدكتور طارق لبيب، عمل بيته في منطقه الحرانيه بيته جرين اركتكتشر، فيلا جرين اركتكتشر كونتمبري جرين اركتكتشر كونتمبري جرين، خد كل حاجات حسن فتحي عملها كونتمبري، عمل الدومز البوتس بس بص عليه بيت حديث جدا، لكن هو كل الحاجات حسن فتحي باسيف سيستم الحاجات كلها بس كونتمبري، ومش بيدور على ليد وحاجات خالص. اوكي، فبالتالي اتس ان انيشيتيف انا عايز اطلع ايه. الناس اللي بتدور على جرين سيرتيفيكت دي بتدور على جرين سيرتيفيكت اتس ماركتنج بروسس، ليه؟ في الاخر هيروح واخد الملكه الازاز الكبيره دي اللي بتتحط في مدخل مشروع زي ما انت بتقول ده 5 ستارز او 4 ستارز، هيروح حاططها انا ليد سيرتيفايد. لكن لو انت عملت جرين بيلدينج جاست جرين بيلدينج هتقول له بص انا عامل هنا شويه زرع، التكييف هنا نوعه كذا وحاجات كلها، تفرق جامد جدا في الماركتنج عن ان انت يبقى عندك السيرتيفيكت دي موجوده عندك في الفرع. فانت عندك ليفلز عندك لايرز، وعلى حسب انت تقدر تعمل فيه ايه. يعني انت لو انت كاركتكت ممكن تمشي في التراك بتاع الفرناكولر اركتكتشر كجرين اركتكتشر، ممكن تمشي في التراك بتاع كونتمبري اركتكتشر كجرين اركتكتشر، والاثنين مش غلط. يعني مباني القريه الذكيه مثلا دي اكتشفوا دلوقتي من حوالي سنتين ثلاثه ان هم ماشيين غلط في التراك بقالهم دلوقتي 30 سنه ولا 20 سنه، فعايزين يقلبوا القريه كلها جرين. نعم ذكيه وقادره كمان في نفس الوقت، بس ما هو ذكيه وقادره دي تبقى كويسه جدا، تبقى سمارت وجرين. فابتدوا يتكلموا نقلب كل الازاز خلايا ضوئيه، تقول لهم انتوا متخيلين خلايا ضوئيه الكوست قد ايه؟ متخيل يعني انت ابسط حاجه تعملها عشان تبقى جرين بتاع سمارت بيلت انك تشيل المناطق الخضراء دي كلها اللي عندك، الحشيشه الخضراء دي كلها تستنزف كميه ميه كبيره جدا وحولها للزراعات، دي ابسط حاجه تعملها. فطبعا رد الفعل ايه؟ ان انا لا ده الجرين ده بيبقى حاجه من الايدنتيتي بتاعت القريه الذكيه، لكن استهلاك المايه بتاعها مش مشكله. ف هاو جرين دو يو نيد تو ريتش؟ واخد بالك دي المهمه اللي انت تقف عندها. كده رد الفعل. شكرا. تمام شكرا يا جماعه المحاضره الخفيفه. طبعا ثلاث نقط، واحد انه احنا في مصر الجرين ثيرمال هي اللي يطلب ان انا اخش مع بس هي مش سيستم ولا حاجه، يعني في السستنبلت في الموقع هنتكلم بقى على هل هي منطقه عشوائيه ولا هو مع خطه الدوله وعلى بالتالي السيستم اللي هو محطوط بالمسمى حاليا جرين ثيرمال داز نوت كومبير، ما هواش بيه. لا ما هو لازم اتس ريتنج سيستم. اتس ريتنج سيستم بالظبط كده. ولكن حضرتك المشكله ان احنا لما نعمل ريتنج سيستم خاص بمصر ملوش علاقه بالعالم هنبقى زي ما احنا، لانه ستيل الكونسلتنس المطلوب عاوز في كل المشروع بتاعك يكون في واحد ليد سيرتيفايد. الدنيا بتبقى صعبه جدا دلوقتي في انك تاخد السيرتيفيكيشن بتاع الاي بي، بيدوك الاول الاسوشيت وبعد الاسوشيت لازم to have some knowledge or training of a lead certified project. يعني عمليه عماله تتعقد زياده. احنا الحقيقه هنا احنا ما بنتحركش خالص الجرين بيراميد، ما اعتقدش ان هو رايح اي سكه. المشاركه كلها وقفت بقى لها فتره واحنا مش عارفين يعني الجرين بيراميد ده هم الجماعه في مركز الكشف بدل موجود كويس وكل حاجه يعني لازم نشكرهم عليه، بس اللي زي ما انت اتفضلت كده هو اتس هول سيستم، لازم المصنع بتاع السجاد والمصنع بتاع الطوب والمصنع كذا يبقى فاهم يعني ايه ليد وهاو تو جيت سيرتيفايد، عشان حضرتك ما تقعدش اختراع العجله في كل مبنى تعمله انك تاخد الريتنج بتاع كل ماده لوحدها. حضرتك احنا في اداره احنا واقفين، هل الجرين بيرميت ده فعلا بيخلي الناس يعني ندخل فيه بجد ونشغله، ولا هنعمل زي الاردن سنه 2009 لما خدت ليد برانش، يعني في عندهم برانش شابتر من الجرين بيلدينج كونسيبت. بص هو في دول ماشيه زي الليد، يعني مثلا في حاجه اسمها ليد انديا، ليد انديا ده نفس الليد وكل حاجه بس طوعوا فيه شويه حاجات. الجرين بيرميت ريتنج سيستم اصله الليد، يعني هم لما ابتدوا اصلا بالليد كونسيبت، حتى اللي عملوا مع مركز الرعايه المجمل في الولايات المتحده اول ما ابتدى. والله يا دكتور يعني هم عندهم ناس من البريان وناس من هولندا، يعني عمل كل حاجه بس الاكسرسايز في الاخر نزل على جرين بيراميد، يعني داز نوت ماتش
ولا حاجه من حاجات العالم. احنا اخترعنا نفسنا. لا هو مش it should not match زي ما هو ده does not match Egypt. انا مش لازم اعمل حاجه ماتشنج العالم. يعني ليد انديا ما هو ليد ده بتاع انديا جاست فور انديا، محدش بيروح لحته ثانيه غير ليد انديا. هو الفكره بس ان انا هطلع هعرف اطبقه وهطلع منه ايه في الاخر. هل هطلع منه جرين بيلدينج فعلا ولا هيطلع في الاخر حاجه مختلفه؟ يعني الصوره دي اللي قدامنا ده does not look as a green building خالص. يعني اي حد يشوفها هيشوف ده مصنع، بس it is certified as a green building. لكن انا لو بص عليه كده اقول لك هو ده الجرين اركتكتشر اللي احنا بنتكلم عليه؟ لا. فانا ممكن اعمل حاجه ثانيه خالص it looks much more green زي الفور اللي تشوفها على الفيسبوك، الحاجات دي كلها مبنى كله اخضر وشجر والحاجات دي كلها. احساسي اكتر من a green architecture ده، احساسه بس ان هو واخد certificate documentation انه بيحافظ على الانفايرمنت والحاجات كلها، لكن اتس نوت ريل جرين اركتكتشر، اتس جرين بيلدينج. ده عاده اللفظ اللي انا بفرقه ما بين جرين اركتكتشر وجرين بيلدينج. شكرا لسماعتك. طبعا ميرسي جدا يا النهارده جايه اتعلم منك. الله يخليك. لان everything is new for me. لكن انا بيتهيألي من الكلام اللي انت قلته انها دي زي ما تقول حافز لتطوير الصناعه لخدمه هذا التوجه. يعني انت بنفسك ابتديت تقول ان مثلا في انواع البياد ابتدى نوع واحد من البويه فقط هو اللي ابلايز للفكره ده، فبالتالي سوقه هيبقى اروق، يبقى التنميل هيبقى اوير بالحكايه دي، هيحاولوا هم نفسهم ياخدوا السيرتيفيكت ده، وده هيبقى لكل ماده ولكل برودكت صناعي. فانا اي ثينك اون ذا لونج ران هيكسب التوجه ده. صح اكيد. بس مين اللي هيجمع الناس؟ يعني هو انا اعتقد الجهه الوحيده في مصر الجامعة لازم مكتب وليه؟ لان هو اللي ابتدى بالانشيف ده، فهو لازم يروح للمصنعين يقول لهم انت لازم تتطور. ولازم في الناحيه الثانيه ان مركز حاله البنان هو ممثل عن وزاره الاسكان، ان هو يقول ان انا لازم اطبق ده في مناطق. يعني هم دلوقتي ابتدوا يفكروا في الشيخ زايد ان السخانات الشمسيه لازم تطبق فين بقى؟ في المباني، مع ان ده موجود اصلا في الساحل الشمالي من 30 سنه يمكن. 30 سنة وما اتطبقش غير في مراقية زمان والناس كلها شالت سخانات شمسية. فهي اتس كلوزد سيركل، بس لازم حد يجمعكم مع بعض. زي ما حضرتك الدكتور احمد تقول انا بشتغل لوحدي في مصر، انا هشتغل لوحدي اتس ليج ايجيبت حتى لو سميته ليج ايجيبت، بس انا مش هعرف اكمل السيركل دي غير لما الناس كلها الاركتكس الطلبة الناس تبقى سيرتيفايد في مركز، يبقى في كوميونتي نفسها، مش كوميونتي في نفسها، في جهاز قائم لذاته الموضوع ده. ده مش موجود دلوقتي. احنا طلعنا باكج ورق ولسه ستيبس كتيره، واتس نوت ذات سمبل. لان هي طبعا الليد دي طالعه اعتقد من سنه 2000 او 2001، يعني بقى لنا دلوقتي 12 او 13 سنه. بس في الولايات المتحده شاطرين قوي في الماركت، كله بيكسب من الموضوع ده ستيب باي ستيب، وهي مش مقارنات. هو في حاجه بس قبل ما انسى، الاسبوع الجاي ان شاء الله في نفس المدرج ده يوم الاربعاء زي بعد بكره في محاضره للدكتور عصام الدين خليل عن اللو كاربون بيلدينجز وورلد وايد. فالانترست في الموضوع ده في نفس المحاضره يوم الاربعاء 27 فبراير. شوف بس انا ما انساش سؤال الدكتوره من هنا الساعه 1 يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. انا ما طلعتهاش، انا يعني وانا وان اوف ذا تيم يعني هتوصل للليدي. يعني انت طالما هي طالعة من الليدي امريكا بتفكر ان انا بدرس المانيا وكده، معروف ان المانيا هي توب على المستوى العالمي يعني، وامريكا يعني داون قوي في المستوى الجرين عموما. انا عندهم حاجه هم طريقه بس مش بتعتمدش على الكريتيشن سيستم. الكلام ده كوميرشال، هو بيعتمد على الفلسفه بتاعه ان هو يتوازن مع البيئه نفسها ازاي. فهي فلسفه اكتر ما بتعتمدش على ويت محدد في عناصر ده اللي هو الدكتور قعد 10 سنين في المانيا بيتكلم في الموضوع ده، فهو احسن
احسن واحد يرفع. انا يعني انا برضه رحت درست اكسنشن في المانيا وكده بتاع مش كوميرشال. فعايز اعرف هل زي ما كان دكتور فريد بيتكلم هل احنا ممكن نعمل مبنى اوريدي قائم او يعني ممكن تعملي له ريتروفيت بحيث انك تعملي له في متطلبات محدده لذلك الاكزيستنج بيلد بطوره مش هقدر ده طبعا بشرط حضرتك المعلومه الجميله زي ما بتقول سمعت كلمه ان احنا كل جاي يتعلم. عندي نقطتين صغيرين خالص. واحده منهم من ساعات كتيره الواحد بيحس ان جامعه القاهره او القسم يعني somehow كده مختلف شويه عن اقسام كتيره وبالتالي النهارده المحاضره النهارده دي مثال حي جدا جدا ببعد الاختلاف اللي احنا بنلمسه كلنا. بنشكرك على هذا اللي انت اضفت لنا هذا التماشي الجميل. يعني النقطه الثانيه مساله الـ يعني الواحد بعد ما استمع لك الى النص ساعه دي الموضوع عباره عن وعي ثقافي وعي على مستوى على مستويات مختلفه يعني سواء كان في الاندستري او في الكلاينتس او يعني يمكن دورنا الاساسي بقى في الحاله دي كمؤسسه تعليميه ان احنا نبدا ان الزملاء الطلبه اللي هم المستقبل اللي جاي لازم يبقى اوير اولا اللي هو الاوير بالبروسس وفائدتها والكومبليكيشنز بتاعتها بعد كده المثال دي هتيجي بقى يعني جينيريشن باي جينيريشن نغطي الجاب اللي بيننا وبين الاخرين يعني. فبنشكرك على هذا الامر و ثانك يو. الف شكر لله. اتفضل. على صدور التعليق شويه هو المركز الخاص هنا طبعا مش ممثل بقى جرين هيل جنرالز او حاجه لكن انا الحقيقه كباحث وفي نفس الوقت كاكاديمي وابن هذه المدرسه الحقيقه بقول للجيل الجديد او الشباب الجديد لازم يركز بحاجتين في فلسفه او مفهوم المباني الخضراء وبين الابليكيشن سيستمز الموجوده المفروض. ويمكن الليد زي ما حضرتك ذكرت هو فعلا داخل في الناحيه التجاريه اكثر والناحيه الاستثماريه اكثر ان هو ياخد هذه السيرتيفيكيشن. ولذلك الناس حتى اللي هي بتحاول تقلده ما حبتش يعرف في الاول ايه الفلسفه اللي قام عليها الليد. يعني هو الاول قام على فلسفه معينه وبالذات على المنطقه اللي هي موجوده في الغرب الامريكي الناس قليل بتستهلك الريسورسز بطريقه غريبه جدا فابتدوا يحاولوا يعملوا نوع من الويتنج عشان يلحقوا بيه الجرين اجنده اللي هي كانت موجوده في السبعينات. يعني كان في دول بدا اللي هو الجرين اجنده والبايونيرز كلها اتكلموا فيها ويمكن اكثر المعماريين الماستر الموجوده في العالم ما كانتش يعني انها اوير انها تاخد الليد ومش مهتمه. يعني هي ليها مباني خضراء اساسا ومعروفه. يعني بنيجي نتكلم على واحد زي راند رينز بيانا يعني معروف ده بايونير ولا يهتم وفوستر. يعني اول ناس بتكلم عن جرين بيلد يمكن ستيفن وايت ان هو مثلا فكر عشان الصين عشان كده عشان ياخد ليه ده حاجه انما ما فكروش. يعني الناس دي هي رواد. ولذلك احنا بنيجي نقول احنا بنخش هنا عندنا في مصر لازم نشوف ايه المشكله بتاعتنا الاساسيه مع البيئه عموما مش البيئه اللي هي المناخ لا البيئه والريسورسز ونشوف فلسفه خاصه بينا يبتدي نبني عليها الانفيتيشن سيستم مش عشان نطلع مبنى اخضر لان ده مش معناه ان ده مبنى اخضر. يعني حضرتك بتتكلم هنا احنا اتكلمنا على اللي هي كونستراكشن بروسيس نفسها الالتزام بروسيس نفسها. ولذلك يمكن انت حضرت وليا الشرف طبعا ان انا كنت شاركت في مسابقه اول مره اللي هي مبنى المعامل علاقه ان احنا بنتكلم على السستينبل ابروتش ازاي في طريقه معينه ازاي الواحد يبتدي يخش المدخل في عمليه الديزاين ده لسستينبل ابروتش. دي اللي احنا عايزين نتعلمها اكتر ان احنا نتعلم الليد ازاي يبتدي يفكر يتعامل مع المبنى من ناحيه الدور كواليتي الاوت دور كواليتي الانفايرمنتال بروبلم كل المشاكل دي بدون ان هو يخش حته الموضه. لان انا شايف انا حتى احنا مركز الفحوص البناء داخلين في الموضه انما مش داخلين في الفلسفه اكتر. واجري وجبنا الجماعه من دكان واجري جبنا جماعه من بريان وبعدين خدنا دكان مع بريان. طب الفلسفه ورا القصه دي كلها ايه؟ يعني انا واحد من الناس الحقيقه رفضت ان انا اخش في هذا الموضوع من الاول وقلت له وجهه نظري في هذا الكلام ان احنا لازم نجد لينا فلسفه الاول نبني عليها الشيء لان الشيء ده بيتطور ليه نفسه بيتغير. يعني الالمان نفسهم زي ما حضرتك كل دوله ليها الورود عملت ليه بس حاجه خاص تحاول تخص بالكونتكست بتاعها. وبعدين لما نيجي نتكلم على
بلد الصناعه متطوره فيها جدا فيها غير بلد اللي هو نو هاو لسه موجود فيها، فتطبق ايه هنا وايه هنا؟ يعني مش معقوله اتكلم انا هنا اقعد اركب سنسورز وبتاع حاجات زي كده وبرودكتس هي اساسا مش موجوده. هي عمليه ليبل، الليبل اللي كانت موجوده البرودكت بره قبل ما تكون موجوده عمليه الليدز وغيرها. لذلك لازم يفرق بين الحاجتين دول ويبتدي يخش في المفاهيم اكتر بالنسبه لنا احنا. هو لازم اكتر من لازم المفاهيم والصناعه تطور قبل ما تطبق، ودي بتيجي بين ان يعني لازم في جهه محدده تفرض انت عارف المصريين لازم تفرض عليهم حاجه عشان يقوموا. يعني ايه اللي يخلي الشركه زي ارامكس تفكر في حاجه زي مش ارامكس دي شركات مصر كتير جدا مش مالتي ناشونال او جيت شركات جدا فيري انترستد في جرين بيلدينجز مش لازم تبقى سيرتيفايد بس عندهم الاويرنس عايز يخش يفتخر ان المبنى بتاعه واخد الشهاده دي لا 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 مش واخد شهاده بس يفتخر داخليا فيه ان هو الواحد لما بيجي يعمل حاجه خاصه بيه اكيد هيقول لك انا عايز اعملها جرين بس مش لازم الجرين مفهومه بقى حسب فتح والحاجات دي كلها لا يعني وات ايفر الجرين اللي هو يعني جرين ده اتس فيري اوبن اريا خلينا بس على موضه ثانيه بسيطون عليها مش شائعه دلوقتي ان في ناس بتفتكر الجرين بيراميد او الليد هي اداه من ادوات التصميم مش اداه من ادوات التصميم هي اسسمنت دي التقييم ولذلك بيقول حتى عشان كده العمليه دي خطيره قوي لانها بتتكتب يقول لك بيصمم بالكتاب لا ده ليس اداه من ادوات التصميم هو زي ما هناك فورج معين للتصميم زي الفيلوس 5 ستارز 4 ستارز 3 ستارز هو بالظبط عمل كده ان انا بعرف انا رايح لمبنى فايسلس. طبعا احنا نو واي هنصل لمشروع بلاتينوم في مصر لان انت ما عندكش اصلا رينيوبل انرجي. رينيوبل انرجي بتاخد 10 نقط لوحدها يعني لها 20 نقطه بس عشان اجيب جرين رينيوبل انرجي سيرتيفيكت ان انا الكهرباء اللي عندي جايه لي مثلا 100% من مصدر طاقه متجدده مش موجوده اصلا عندنا هنا. اتفضل استاذ جميل. انا بس ارجع تاني على المحاضره اللي انت عملتها ماسترز وبوست جراديويت للرينيوبل انرجيز جامعه القاهره مع جامعه كاسل في المانيا. اعتقد انه مهم جدا اللي كلمتهم بس اعتقد انا عارف ان انت عندك كولابوريشن القسم بتاعنا محتاج يعمل معاهم كولابوريشن ان هم القسم ده عندهم كذا وسيله للتستنج واعتقد دي مهمه عندهم كذا موديل للبي بي موديول تيستينج والباي جاز تيستينج وكل انواع انواع متعدده من الريوز اللي تيستينج اعتقد ان احنا محتاجين نشتغل مع الناس كتير شويه عشان الطلبه تتعلم والناس تتعلم اعتقد الاهم ان احنا نتعلم لان احنا ما نعرفش يعني لكن فكره الريتنج اعتقد بتيجي بعد كده بس مفيش الاول تعليم نتعلم. شكرا دكتور. محمد السعداوي منصب اعدادي وانا عضو الجامعه عارف ايه النو هاو دي او ايه البرودكت الموجوده في السوق المحلي اللي ممكن تشتغل وتساعده في يا ريت والله. واقترح عليك هو في بلاتفورم ابتدى يتعمل دلوقتي الدكتور محمد فهمي في الكليه الفنيه العسكريه نعم دي ده الحقيقه في ويب بتاع